السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخواتي، ان شاء الله تكون بخير. معكم الكابتن محمد رحال. طبعا حكينا هذيك المرة انه رح نطلع بفقرة بخصوص هذا المدرج او هذا السلم. فيه تمارين كتير، انا قسمتهم انه في تمارين بتنحصر بس بالرجلين، في تمارين بتنحصر بالايدين والرجلين سوا، في تمارين بتنحصر بالتكنيكات. طبعا تمارين الرجلين هي بتشمل لعب كرة القدم ولا اي لعبة قتالية في بلعبته الرجلين، مثل كاراتيه، تايكوندو، الكيك بوكس، الام ام اي الى اخره. إذا كنت عم تتدرب بالبيت أو ما عندك هذا المدرج، عم تتدرب بمكان، فيك أنت مثلاً إذا عم تتدرب بالشارع أو بمكان يعني مو بالبيت، فيك ترسم على الأرض بعلبة بخاخ نفس هذا الشكل، سهل كتير، ما بده بس ترسم خطين وتحط هدول الخطوط الصغار، بيطلع معك نفس هذا الشكل، فيك تتدرب فيه. وإذا كنت عم تتدرب بالبيت، فيك تلزق على الأرض لزق عريض أو طوال كهرباء، فيك ترسم كمان هذا الشكل لأنك تتدرب منه. المهم إنك ما تحط عذر وتبلش بهي الفقرة، لأنها فقرة كتير حلوة. اليوم راح اقدم فقرات الرجلين، كل شيء تمارين بتنحصر بالرجلين بتفيد لاعب كرة القدم وبتفيد اي لاعب قتالي بيلعب.
شباب ولهون بنكون خلصنا نهاية هي الفقرة. مثل ما حكيت لك لا تستصعب الموضوع، في أشخاص بيقولوا لي إنه كابتن أنا بعد ما عم لعب هاي عم يعطينا المدرب بورش أبو كز، هاي كلها إضافات. أنا فيني أحكي لك بعد ما تنتقل على المسار الأيمن حط لك حاجز أو قناطر تنط من فوق أو أقول لك انزل بورش أب أو تنزل معدة، هاي كلها إضافات. يعني التمرين الأساسي بخصوص المدرج، كل شيء برات المدرج هذا يسمى إضافات، تمام؟ أنت شو بدك تضيف فيك تلعب، يعني هذا الشيء ما له علاقة بالمدرج، هذا صار تمرين تاني مضاف لتمرين المدرج. التمارين اللي عم ناخذهم بالمدرج تبوت الرجلين نزلت لك اياهم هن لسه فيها، بس انا حاولت اني اختصر حتى ما يطول الفيديو. تمارين الايدين والرجلين سوا راح نزل لك اياهم كمان بفقرة لحال، تمارين بخصوص اللعب القتالي كمان راح نزل لحال. لا تنسوا تدعمونا بزر الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد. انا معكم الكابتن محمد رحال، السلام عليكم.